بونجور بونجور لا فامي، مرحبا بكم فيديو جديد، نهار جديد مع قيس نصري. تو شباب انا تو بالضبط موجود في ضاحية من ضواحي باريس في 78 وبالتحديد غومبويي. سو باش نعملوا دورة صغيرة شباب في الفيلاج هذايا خاطر مزيان برشا نكتشفوه مع بعضنا. يلا جو، اني باش نبدا ننطلق من هنا. هذه وين فما اللعبة هذه عندها سنين الله فهم تايم سكرة تو خاطر الصباح بكري تو 8:30 كل الناس ماشية تقرأ وأغلبية كل شيء مسكر. صباحنا شباب نمشي وهكا فهمتني ولا لهنا في بالي نهار لحد هذا يتسكر الطريق هذا فهم طريق كامل يتسكر ويولي سوق هذا نهار لحد. وهذا شاتو دو غومبويي بارك كبير ومزيان تو مازال مسكر يمكن ساعة أخرى ويحل. احنا تو نشوفوا إذا كان حل نرجع وندخلوا معناها فهمت سينو. ها فما القهوة محلولة تو واغلبية البوتيكات الكل مسكرة. سو يلا جو نمشي ونعملوا دورة هانا بوعدنا. شوفوا البني كيفاش شباب، هذه مثلا شركة اجونس معناها مش عارف انت شنو دي بارناج بوتيكات عم محلام. شفتوا البني كيفاش الفوق مش نورمال تحس بنينة برشا البلاصة. شفتوا شبيبة هك شارع كامل كيما هكا هو الشارع كيس ماهوش كيس بالحجر فهمتوا ولا. نجم تلقى دخلة هكا هذية مثلا بون كل شيء مسكر. وهذه شبيبة البريفكتور اشنو رايكم حتى البريفكتور مزيانة ما فماش هنا في البريفكتور نتاعهم ما تلقاش اكتظاظ فهمت مش كيما في باريس في وسط باريس هنا لا اكتظاظ ولا شيء خويا تقضي قهوتك في ساعة في ساعة تلقى رونديفو. في البريفكتور متاع باريس خويا مشكلة في وسط باريس معناها كما قلت لكم هذه في 78 إيل دو فرانس هي راي باري باري معناتها باريس هي 75 باري. أما كي نقولوا إيل دو فرانس معناتها باريس وضواحيها هذه الليل دو فرانس. الدنيا نوار. الشارع هذا اسمه شارديغول افيني شارديغول شبيبه. وزيد كيف نقولوا ايل دو فرانس معناتها باريس وضواحيها فيهم قريب 13 مليون ساكن. اما باري اكهو صغيره هذيك 75 فيها كان 2.5 مليون. اما باريس وضواحيها تلقى 13 مليون هكاك ولا 12.5 زيدوا تأكدوا في الانترنت وكذا. شفتوا الشارع كامل كيما هكا ديما فما النوار موجود. شفتوا هذا شو نسميوه احنا نسيت عنده اسم في تونس هذا شو نسميوه. والدخل هذي تلقى فما قهوة على جنب غادي تتتي تتتي ولي نوصلوا. حبيت ان نوصل مساء هنا بولونجيري بول ناخذوا حاجة كعبة كروسون هما ما لازمنيش نصور ما بعد ما تحبش تصوير. هاي البولونجيري خذينا وحيدة بان وشوكولا انورو فقط. شنو رايك سخونة شوف الشوكولاتة. هاي بول بولونجيري بول معروفة. المهم احنا نكملوا طريقنا كما قلت لكم شفتوا الشارع كامل كيفاش كله هكاك ودي بالمحبس الكبير هذا. المهم انا شبيبة نعمل في فيديو هذا على خاطر البلاصة هذه رمبويه نحبها معناها فهمت ولا تعجبني هكا فيلاج صغير نظيف على محليه فيه برشا كعبات توانسه يسكنوا لهنا. سي بور سا هذاك علاش عملت الفيديو. لين شبيبه نوصلوا هذا هو اخر الشارع هاكا درابو الاتحاد الاوروبي وهذوكم دول الاتحاد الاوروبي بون بريطانيا ما عادش هي. المهم شو استاسيون البيس كيفاش محلاها باللوح معموله والله حلوة هاي باللوح
علاش مانيش عارف عاملينها باللوح. هذه ستاسيون بي بوتاغي انترناسيونال. شنو هي هذاك؟ دون دي روك تاغي كلوب رومبويي. اللي هي هذه هذا نقطة. وهذاك اوتيل شبيبة. المهم كما قلت لكم الشارع يوفى لهنا. يلا جو في هذه الميري شبيبة. هاي الميري هذه وين تنجم تعرس وين تنجم تعمل كل شيء. شنو رايكم؟ اوتيل دو فيل دو رومبويي هذه هي. في بالي فما دخله هكا على جنب نجم ندخلوا لهذاك الشاتو دو رومبويي. خلينا نشوف اسكو حلو ولا ما حلوش. هاي قهاوي كلها ما زالت مسكره. هذه اسمها لو نابليون. شنو رايكم فيها؟ هذه درشنيه ما فهمتش عليها مازالوا مسكرين. ابارمون البارح سهروا برشا فهمت ولا في بالي الدخله منا هنا. ما نعرفش اسكو محلول ولا الشاتو شنو مسكر. باش عم تفكر روحي مره دخلت منا هنا. اي فوالا الباب هذاك ماكو مسكر. الله غالب نمشيو للجهه الاخرى نشوفو. محلو برشا شاتو دو غومبويي تفكروا الاسم هكا مزيان برشا. بارك كبير مزيان على الاخر. الله غالب تو صباح ما نجمناش ندخلو. شبيبه شوفوا هذه اجونس حاطين اسوام الاسعار نتاع الديار لهنا اللي تابعين تابعين رومبويي ولا القراب القراب بالبلاصه هذه. مثلا ابارتمون كيما هذا ب 118000 ابارتمون رومبويي في رومبويي في البلاصه هذه 118000 ورو. حبيت نعرف 21 متر كاري ان بيس ان شوفر ان ساد لادو. وهذه 417000 قداش 145 متر كاري و 510 تيران 6 بيس 5 شومبر. وهذه قداش 96000 59 متر كاري في ابرنو. هذه 300000 299 84 متر كاري اسوام. المهم اوكي هذيك 99000 ورو 15 متر كاري شفتوها جايه في غاليين برشا الديار لهنا بصراحه. اوكي هذيك 400000 اما 137 متر كاري الدار الفوق بافيون. واو ترى شوفوا نلقاو شي اجونس اخرى نتاع الكراء. شوفوا اسعار الكراء. هاو شبيب هذه اجونس اخرى للكراء اوكي ستوديو مبلي ب 600 يورو في الشهر. اوكي يكتب لك الحاجات اللي تستحقهم. مثلا هذا ميزون 5 بياس 5 شنابر ب 1800 هذه ب 900 شفتوا هذه ب 750 دو بياس هذه ب 720 دو بياس هذه ب 1120 1099 4 بياس هذه ب 590 ان بياس شامبر واحده. حلو حلو هاي برشا ثم برشا اجونسات هذوما خلينا انا نكتشفوا اسعار الديار واسعار الكراء في رومبويي. شفتوا الشارع هذا مش طويل برشا معناها نص كيلومتر يمكن اما فيه بوتيكات الكل اجونس بانكا بوتيك تبش كل شيء فيه اي بوتيك تستخيله موجود فيه قهاوي رستورونات. شوف رستورون سوشي نتاع اليابان اوكي يومي سوشي تاي. كما قلت لكم كل شيء موجود في الشارع هذا صغير برك مش كاتبين الاسواق نتاعهم هذم كلهم للبيع. عطوا بلاصه السوم ولا لا شفتوا هذا 2 مليون دورو. انا حبيت تشوف شباب الدار هذه مثلا ب 600 الدار اللي فوقها ب 600 وين الدار هذه ب 900 اورو هذه مثلا اوكي دار كبيره برشا شفتوها 1500 في الشهر كرا. هذه بيت واحده استوديو مبلي 360 اورو شفت هذه ب 600 600 اورو. المهم الديار راهو ديما موجودين لهنا فما برشا ناس تلقى صعوبه في الكراء لاجونس هذوما ديما عندهم علاش يخدموا يا خويا. على الاقل احنا الشارع هذا تعدينا فيه فما على الاقل 20 اجونس نتاع اللي يبيعوا ويكريوا الديار. المهم اما هما ما يعطيوش الديار للي يجي علاش؟ يطلبوا عليك دوسي مش نورمال يطلبوا عليك اخر تروا فيش دو باي شهادة الخلاص هذيك. كما قلت لكم شباب هنا الديار نتاع الكراء ديما موجودين اما ما يعطيوهمش ما يعطيوش للي يجي. صعيب ياسر ديما تلقى الكراء يقول لك اعطيني الدوسي. الدوسي لازم يكون فيه فيش دو باي كونترا سي دي عقد عمل مدى الحياة وبرشا اوراق اخرين فهمت. المهم اما هما انت تصب الدوسي وما يعطيوكش علاش؟ خاطر يخافوا
انت بعد ما تخرجش من الدار فهمت لازمهم يتاكدوا انت لازم تنجم تخلص كل شهر وما تبطلت مش عارف انا فهمت ولازم خدمتك قويه خاطر ما ينجمش يخرجك من بعد ريتها انت ما عندكش باش تخلص ما تخلصش وخليه يمشي يشكي هو ويمشي يعمل ما ينجمش يخرجك مستحيل ينجم يخرجك كي ما تخلصوش راه تقعد ساكن عام عامين تقعد في المحاكم المهم الحاكم ما يخرجك كان ما يلقى لك هو دار فهمت كيفاش طلعت الصعدة هذه تعبت سو شبيبة نكملوا الجولة نتاعنا سو شبيبة هانا وصلنا لهنا هذه محطة القطار غار دو رومبوي هذا لهنا هو باركينج نتاع بسيكل إذا تخاف على بسكلتك باش تتسرق نجم تحطها لهنا تكري الشهر ترى قديش ولا بالعام اش علينا المهم هاي هذه البلاصة هي مزيانة والفيديو نتاعنا شباب يوفى لهنا وان شاء الله عجبكم الفيديو وما تنساوش تعملوا سبسكرايب وتكتبوا كومنتير مزيان وفرقعوا الفيديو باللايك لايك لايك ونعطيكم ان شاء الله برشا فيديوهات اخرين سو بيس اند لوف السلام عليكم نتلقى في برشا فيديوهات سلام.